السلام عليكم البنات، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. بالنسبه للفيديو اليوم فغنشارك معكم طريقه عمل هذه الورده من خيوط الصوف اللي كنستعملوها في العديد من الاعمال اليدويه ديال الكروشيه اللي كنزينوا بها بعض الاكسسوارات بهذا الشكل. فكما كتلاحظوا هنايا عندي لونين من خيوط الصوف، وكناخذوا اللون الاول اللي هو اللون الابيض. كنت باغا تحضروها باللون اللي بغيتو، كندورو على الاصبع ديالنا. بالنسبه لهذه الورده فغنحضروها بدون كروشي وسهله وبسيطه، وكنحضروها في وقت وجيز. كما كتلاحظوا كندورو الخيط على صبعنا حتى كنحصلوا على واحد الكميه كبيره. بالنسبه لهاد الخيط اللي كنلويو على صبعنا هو اللي كيحكم لينا في الحجم ديال الورده، الا بغيناها كبيره ولا بغيناها صغيره. يعني الا بغيتيها كبيره فكتدوريها اكثر من هاد، كدوري هاد الخيط اكثر من هاد الكميه اللي دورت على صبعي. صافي، كتبقاي تدخلي البره بهذا الشكل، كتدخليها من الجهه الاخرى يعني من الامام، وكنخرجوها في وسط تاع داك الخيط. كنبقاو بنفس الطريقه حتى كندورو على ديك الدائره كامله. كما كتلاحظوها بالنسبه لهاد الدائره فكنسميوها دائره سحريه، يعني ديال الكرو بحال اللي كنديرو في الكروشيه. صافي، كنبقاو بنفس الطريقه حتى كندورو على ديك الدائره كامله. هاد الورده سهله وبسيطه، كتطلع في وقت وجيز. يعني يمكن لك تحضري العديد من الورود في وقت وجيز جدا، وتديري بهم اكسسوارات او ايضا تزيني بهم الملابس. صافي البنات، من بعد ما كنساليو ديك الدائره كامله بهذا الشكل، صافي كنوصلوا لاخر تاع العمل ديالنا. ديك الاخر تاع داك الدوره كيجي بهذا الشكل. صافي، هنا كنقفلوا الخيط الاول، كندخلوا وسط من البره، كتجي بهذا الشكل. وهنا غادي نعقدوا الخيط ديالنا. ضروري كنعقدوا الخيط. هنا ساليت العمل وكنعقد الخيط في الظهر تاع هذه الورده بهذا الشكل، وكنقطعوا الخيط. صافي، ملي كنقطع هاد الخيط الان غادي نجيبو اللون اخر من الخيط اللي غنستعمل انا، اللون الاحمر. غنستعمل اللون الاحمر مع الابيض. بالنسبه لي عندك فستان باللون الابيض او اللون الاحمر، فمن الاحسن ديري الابيض مع اللون الاصفر الاحمر، كيجي لون هائل. كيتواتى هاد اللونين كيتواتوا مع بعضياتهم. صافي، كنعقدوا هذا الخيط، كنديروا على جوج. ضروري كنديروا على جوج، كندخلوه في الابره اللي كتكون كبيره باش يدخل لينا فيه الخيط ديال الصوف. وهنا عندي بعض الخرز، يعني بعض ديال العقيق متوسط الحجم. بالنسبه للعقيق فكديري الحجم اللي بغيتي، هو ايضا كيتحكم لك في الحجم ديال هاد الورده. صافي، كندخل الخيط ديالي في اللور تاع الورده بهذا الشكل. هنا الظهر ديال العمل ديالنا كندخلوها هكايا في واحد الخيط من الظهر بهذا الشكل، ومن بعدها كنخرجوها من هذه الحلقه الوسطانيه. كنخرجوا الخيط ديالنا في داك الفراغ اللي كيكون من الوسط، وكنخشيو فيه العقيقه بهذا الشكل، العقيق اللي بالحجم متوسط. كنطيحوا عاوتاني الخيط ديالنا باش ندخلو البراء من الوسط. كنطيحوا يعني نفس الغرزه اللي كنخدموا بها هاد الورده كامله، كتخدم بنفس الغرزه. كندخلوا عقيقه عاوتاني كما كتلاحظوا، وكنطيحوا الخيط هكايا لقدام. كندخلوا البره من الفراغ اللي عندنا في الوسط، وكندخلوها وسط داك الخيط من الفوق كما كتلاحظوا. يعني نفس الغرزه كنديروا بها هاد الورده من الاول حتى الاخر، يعني نفس ديك الغرزه اللي درت في الخيط اللون الابيض كنديرو عاوتاني هنايا في هاد الخيط باللون الاحمر. صافي، كنبقى ندير نفس العمليه حتى كنكمل هاد الدائره كامله بنفس الطريقه، بهاد العقيق والخيط باللون الاحمر. صافي، ساليت الدائره ديالي بالعقيق كامل. هنا كندير اخر عقيقه، وغنوريكم كيفاش كنقفلوا العمل في هاد المرحله. كنديروا عاوتاني العقيق بنفس الطريقه، والبره من تحت، والخيط كنطيحوه للجهه الامام تاع البره. ندخلوا البره في الوسط، ومن بعد كندخلوا في ديك العقيقه اللي مقابله معها، يعني العقيقه اللي كنا درنا في الاول كاع. صافي، هنا قفلنا العمل ديالنا بهذا الشكل كما كتلاحظوا.
كندورو كندورو الوردة ديالنا هنا دابا راه كنخدم على الظهر تاع الوردة كندوروها وكنرجعو عاوتاني في ديك الحقيقة اللي كنا درنا الاخرى هي اللي كنرجعو فيها عاوتاني كنرجعو بهذا الشكل كنرجعو بنفس الغرزة كناخدو داك الخيط اللي كيكون بين عقيقة وعقيقة داك اللي باللون الاحمر كندخلو وسط منه البرا وكنلوحو عاوتاني الخيط كيطرمى على القدام كما كتلاحظوا وكنخشيو البرا وسط منه صافي البنات غنبقى بنفس الطريقة حتى نكمل هذه الدائرة كاملة كنظن ان الصورة واضحة اكثر من الشرح كما كتلاحظوا راه كنخشي البرا هنا في هذا الخيط الاحمر بالنسبة للبنات راه العملية جد جد سهلة فقط انا كنبقى ندير غير بشوية باش تفهموا اكثر باش تفهموا اكثر اما هذه الوردة فكتطلع لك يعني في جوج دقائق او ثلاثة دقائق كتسالي فيها العمل ديال هذه الوردة صافي كما كتلاحظوا هنا ساليت الدائرة ديال هذه الوردة صافي كنخشيو اخر عقيقة وبهذه الطريقة كنقفلوا العمل ديالنا كنخشيو البرا من الامام كنجيبوها للخلف بالنسبة هنايا راه عندي هذه البلاصة فين كنشوف دابا راه الخلف ديال هذه الوردة يعني الظهر ديال الوردة صافي وغادي نعقد الخيط ديالي هنا لانني ساليت العمل من بعد البنات من بعد ما كنعقد الخيط ديالي في هذا المكان غنخرج البرا غنخرجها في وسط هذه الوردة ماشي في البلاصة اللي خاوية كنخشيها في وسط دوك الخيوط كنخشيها وكنديرها هنا كنخرجها الوجه تاع هذه الوردة من بعد كنخشي عقيقة في الحجم كبير كبر من هذوك الاولي اللي كنت درت في الدائرة تاع هذه الوردة هي اكبر منهم في الحجم ومن بعد كنخشيها وكنخشي عاوتاني البرا في ديك الوردة ونخرجها للظهر تاع الوردة صافي البنات وهنا غادي نعقد الخيط ديالي صافي ساليت الوردة ديالي كما كتلاحظوا كتجي بهذا الشكل جد سهلة وبسيطة وكتحضر في وقت وجيز كتليق يعني نزينوا بها العديد من الملابس يعني ملابس ديال الصوف وايضا يعني الملابس ديال الشتاء اي نوع من الملابس والقبعات وايضا المفروشات كتجي سهله في التحضير وكتجي انيقه كما كتلاحظوا بالعقيق فبالنسبه ليا البنات انا هاد الورده فاستخدمتها في مقبض للشعر زينت بها مقبض للشعر وايضا تزيني بها جميع الاكسسوارات للشعر وهذا هو الفيديو ديالي نتمنى ينال اعجابكم وما تنساوناش من اللايكات والبارطاج للفيديو وإلا كنتي اول مره كتشاهد الفيديو ديالنا ما تنساش تابونا معنا في القناه وتضغط زر الجرس باش يوصلكم كل شيء جديد والى اللقاء